ممكن العلاقة دي تجسدت كمان في الملعب في تحفة فنية لحضرتك موسم 76، المباراة الفاصلة مع المحلة اللي كسبناها بهدف. حضرتك بتصنع هدف، يعني أنا بشوف اللاعب دلوقتي لو في لاعب صنع الهدف اللي زي حضرتك صنعته ده، وزي استقبال كابتن محمود الخطيب للهدف وتسجيله، أعتقد هيطلبوا يعني أرقام غير موجودة في الدوري المصري. ذكريات حضرتك إيه عن الهدف ده وعن العلاقة والتفاهم اللي كان ما بين اللاعبين بالشكل ده؟ أنت بتجيب الحاجات الحلوة دي منين؟ لا ده محمد عنده بجد والله عنده ما شاء الله وهوس يعني ما شاء الله. ده ماتش المحلة ده برضه من الماتشات اللي كانت بتبقى صعبة جدا، وخصوصا في استاد المحلة. انا برضو من ناحيه الشمال، من ناحيه الشمال برضو اتحركت بالكوره. كابتن خطيب كان تحركاته ذكيه جدا، طبعا ذكيه جدا، فبرضو يمكن شاور لي هو راح تعملها له تشيب باس. تشيب باس خدها بقى هو الوقت على صدره بقى. على صدره المهاره بقى. لا وبعدين كان في عرف كده يا محمد، يعني كره راحت على صدر الخطيب في ال 18 هاتها من الشبكه. طبعا هاتها من الشبكه تنزل على مميز. خدها على صدره وخد ايه ولف بيها وفرست تايم جول. كسبنا برضو بيه الماتش، كسبنا بيه الماتش. وكانت جماهير بقى، جماهير طبعا المحله، انت عارف استاد المحله ده من الاستادات اللي الواحد بيعشقها. تحس ان انت داخل كده حاجه اثريه. طبعا والله حاجه اثريه استاد المحله ده. وكان اليوم ده استاد المحله كان مليان من جماهير اهلي وجماهير محله. بالظبط. احنا لعبنا مباراتين، المباراه دي 1-0، ولعبنا مع المحله المباراه الثانيه الفاصله كانت برباعيه في استاد القاهره غالبا. بالظبط 1-0 في القاهره و4-0 في و4-0 بعد كده في القاهره، قصدي 1-0 في المحله زي ما حضرتك بتقول. ولكن كمان كابتن فتحي مبروك اهو الجون اهو يا كابتن، يعني احنا حاولنا نجيبه. معلش بص حضرتك صناعه الهدف. يا سلام يا سلام الخطيب، يعني ما فيش الكلام بقى ده دلوقتي. بص كابتن فتحي حضرتك المكان والتايمنج واستلام بقى كابتن محمود الخطيب، بص ولعبه الكوره يعني. لا ونايم وش رجله ازاي بقى هو بيحط يا فارس. كابتن فتحي طبعا مطلع الكوره. اعتقد كابتن لو لعيب دلوقتي كان طلب في الموسم 50 60 مليون. انا وكابتن محمود الخطيب خلاص ما حدش طبعا يقدر يقدر موهبته. لا بس والله مش عايز اقول لك لقطات جميله رائعه بصراحه. انا كنت سعيد ان احنا نعرض الهدف ده في وجود حضرتك. والله حلوه قوي 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 اللقطات. شكرا للزملاء الحقيقه. طبعا, طبعاً.